نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى برنامج الضواء على الإعلام الإسرائيلي. في هذه الحلقة سنعرض الجزء الذي يقدم الرواية الصهيونية لوعد بلفور كما وثقها الفيلم الوثائقي الإسرائيلي عمود النار، الذي يزعم أن إصدار الوعد المشؤوم كان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي مارسها حييم وايزمان بعد أن ساهم في اختراع له في مجال الكيمياء بالمجهود الحربي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. الفيلم يبرز دور نيلي، وهي شبكة تجسس أقامها المستوطنون اليهود في فلسطين في نجاح الجيش البريطاني باحتلال مدينة بئر السبع. الفيلم يؤكد أن غالبية المهاجرين اليهود إلى فلسطين هاجروا منها مجددا إلى الخارج قبل وعد بلفور، ويتضمن الفيلم صورا نادرة توثق الأيام الأولى من الاحتلال البريطاني لفلسطين. عمود النار سلسلة أفلام وثائقية من أشهر الأفلام التي أنتجتها سلطة البث الإسرائيلية مطلع عقد الثمانينيات، وكرست لإنتاجها موارد مالية كبرى لتوحيد الرواية التاريخية التي تلقنها للإسرائيليين في المدارس والجامعات وعبر قنوات التلفزة ومعاهد تعليم اللغة العبرية للمهاجرين الجدد الذين تجلبهم إسرائيل من أصقاع الدنيا. ولمعرفة كيف أرادت الحركة الصهيونية ولاحقا إسرائيل رواية حدث تاريخي وزرعه في أذهان جمهورها، بالإمكان دراسة ذلك بمشاهدته من خلال عمود النار، الذي يعرض في حلقته الأولى تسلسل الأحداث التي أدت إلى إصدار وعد بلفور. ويشير الفيلم الذي شاركت في إعداده نخبة من المؤرخين اليهود إلى أن الحركة الصهيونية ومشروعها الاستيطاني في فلسطين عشية إصدار وعد بلفور كان يقترب من الإفلاس، فالمهاجرون اليهود كانوا يصلون بأعداد صغيرة ومعظمهم لم يصمدوا وهاجروا مجددا من فلسطين إلى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فيما كان القادة الصهاينة ينتظرون تفكك الدولة العثمانية بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأحدهم كان الدكتور حييم فايتسمان. مساهمة فايتسمان في المجهود الحربي البريطاني جلبت إليه انتباه الأوساط السياسية في لندن، فاختراعه جاء في أشد اللحظات صعوبة التي مرت على بريطانيا في الحرب، وحل مشكلة النقص في مادة الأسيتون الضرورية للتصنيع العسكري. وزير التصنيع العسكري البريطاني ديفيد لويد جورج سأل الدكتور فايتسمان ماذا يريد لقاء خدماته العلمية لبريطانيا، فأجاب أنه يريد أرضا لشعبه. فكرة تهجير اليهود إلى فلسطين تبناها لويد جورج بحماس، فهو متعصب جدا للرواية التوراتية وتفسيرها الصهيوني. اللورد الأول آرثر بلفور كان أيضا صديقا للدكتور فايتسمان، وكان رئيسا للحكومة التي عرضت على اليهود قبل 14 عاما من ذلك الهجرة إلى أوغندا، ولكن كل تلك الجهود الدبلوماسية التي بذلها فايتسمان لم تثمر حتى تلك اللحظة. فالشخص صاحب القرار كان هربرت إسكوين رئيس الحكومة البريطانية، ولم يكن يرى أي فائدة تجنيها بلاده من تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود. انقضى العام الأولان من الحرب العالمية دون أن تحرز الحركة الصهيونية أيا من أهدافها، وفجأة في أيلول من العام 1916 وقعت بحسب معدي فيلم عمود النار معجزة تاريخية صبت في مصالح الصهاينة. إسكويت اضطر للاستقالة من منصبه، فصار أهم منصبين في إدارة الحرب العالمية الأولى بيد أصدقاء الصهيونية، وهما لويد جورج وبلفور. وفي الفترة نفسها كانت فكرة السيطرة على قناة السويس مطروحة على جدول الأعمال، وقررت الحكومة البريطانية الجديدة من دون أي علاقة بالصهيونية احتلال فلسطين. بعد ذلك تبرز الرواية الصهيونية فشل محاولات الجيش البريطاني باحتلال فلسطين من ناحية غزة، ثم تنسب لشبكة التجسس نيلي دورا مهما في نجاح الجيش البريطاني باحتلال مدينة بئر السبع بعد عجزه عن احتلال غزة.
في الثاني من شهر تشرين الثاني عام 1917 وبعد يومين من احتلال بئر السبع، فيما كان فرسان الجنرال أليمبي يسارعون نحو الشمال صوب القدس، كتب وزير الخارجية البريطاني بلفور ما وصفه بإعلان تأييد تطلعات الحركة اليهودية الصهيونية. الجملة المفتاحية جاءت على النحو التالي: حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي. وفي الخامس عشر من شهر تشرين الثاني سقطت يافا، ثم توجهت القوات البريطانية شرقا نحو القدس. وفي شهر نيسان عام 1918 بعد 4 أشهر من احتلال القدس وصل إليها الدكتور فايتسمان على رأس الوفد الصهيوني الذي كان يطلق عليه اسم لجنة المندوبين، وهي اللجنة القيادية في الحركة الصهيونية. ونظم اليهود استقبالا حافلا للجنة الصهيونية وللدكتور فايتسمان الذي عينت له السلطات البريطانية ضابط اتصال هو ديفيد سومويل. وصول الوفد الصهيوني إلى القدس كان يعني أنه سيتم البدء في تنفيذ وعد بلفور، كما أكد إدفين سامويل خلال شهادته في عمود النار. الصحف العربية في فلسطين حذرت من الخطر الصهيوني، ولكن صدى تحذيراتها كان باهتا. والحقيقة أن الحركة الصهيونية كانت في أشد حالاتها ضعفا. المهاجرون اليهود كانوا يصلون بوتيرة ضعيفة على شكل قطرات، معظمهم لم يصمدوا وهاجروا مجددا من البلاد، والإنجازات المتواضعة للصهاينة الذين ظلوا في البلاد لم تثري شعورا بخطر محدق لدى العرب. والحكم التركي المناهض للصهيونية فعل كل شيء حتى لا يملك اليهود الأمل. الحرب العالمية الأولى التي نشبت في أغسطس عام 1914 غيرت الوضع بالكامل. الإمبراطورية العثمانية اختارت الاستناد على الجانب الخاطئ بالحرب. الزيارة الرسمية للقيصر الألماني فيلهلم الثاني للسلطان العثماني كانت ذروة التحالف غير الموفق. محمد الخامس صاحب لقب خليفة وريث النبي محمد كان بإمكانه المساهمة بالحرب باستخدام السلاح السري بإعلان الجهاد، وهي الحرب المقدسة. كما هو معروف فإن هذه الحيلة لم تجدي نفعا، فمن ضمامه للألماني حسم السلطان مصير دولته. زعماء صهاينة عدة تابعوا مسألة احتمالات تفكك الإمبراطورية العثمانية. أحدهم كان الدكتور حايم فايسمان الذي بسبب مساهمته العلمية بالمجهود الحربي لفت إليه انتباه الأوساط السياسية في لندن. اختراع فايتسمان في أشد لحظات صعوبة التي مرت على بريطانيا في الحرب حل مشكلة النقص في مادة الأسيتون الضرورية لتصنيع الذخائر. وزير التصنيع العسكري البريطاني ديفيد لوي جورج سأل فايتسمان ماذا يريد مقابل خدماته العلمية لبريطانيا، فكان رده: أريد أرضا لشعبي. ولكن لم تكن حاجة للتوضيحات. فكرة هجرة الصهاينة لفلسطين حفزت لوي جورج الذي كان يؤمن بالتوراة، وأيضا اللورد الأول آرثر بيلفور جدد صداقته مع الدكتور فايتسمان وكان رئيسا للحكومة التي عرضت على اليهود قبل 14 عاما من ذلك الهجرة إلى أوغندا. وكل الجهود الدبلوماسية لم تقد إلى نتائج، وشخص صاحب القرار كان هربرت إسكوين رئيس الحكومة، ولم يكن يجد في الصهيونية أي شيء مثير،
وكانت فكرة تحويل فلسطين إلى وطن لليهود أمرا محزنا وغير عملي وليس له قيمة من ناحية المصالح البريطانية. انقضى العامان الأولان من الحرب العالمية الأولى دون أن تحرز الحركة الصهيونية أيا من أهدافها، وفجأة في أيلول من العام 1916 وقعت لصالح الصهاينة معجزة تاريخية. إسكويت اضطر للاستقالة من منصبه، فصار أهم منصبين في إدارة الحرب بيد أصدقاء الصهيونية وهما لويد جورج وبلفور. وفي الفترة نفسها كانت فكرة الدفاع عن قناة السويس مطروحة على جدول الأعمال، وقررت الحكومة البريطانية الجديدة من دون أي علاقة بالصهيونية احتلال فلسطين. لقد كانت هذه المهمة غير ممكنة، فالصحراء كانت في الأدبيات العسكرية عقبة أكبر بكثير من الغابات والمدن. وعلى الرغم من ذلك نجح البريطانيون بتحريك كتائبهم من مصر عبر صحراء سيناء من خلال عملية مكلفة ومثيرة للفخر. لقد تقدموا ببطء بوتيرة مكنتهم من تعبيد سكة الحديد، وتعلم البريطانيون في رحلة الحرب غير العادية هذه تقدير نقاط قوة الجمل كوسيلة النقل الأكثر فعالية في الصحراء الذي لا يحتاج الماء ولا يغرق في الرمال الحارقة. الخطط كانت تقضي اقتحام فلسطين من غزة وهي البوابة التاريخية الجنوبية لفلسطين. محاولتان للاحتلال فشلتا، وحتى الدبابة التي استخدمت للمرة الأولى لم تفد. وتراجع البريطانيون بعد أن تكبدوا خسائر فادحة واضطروا للاستحكام في خطوطهم الصحراوية. إحدى العبر الفورية من هزيمتهم كانت تعيين قائد بريطاني جديد وهو الجنرال إدموند ألينبي، ضابط سلاح الفرسان الذي تفوق في الجبهة الفرنسية. ألينبي جند مزيدا من الجنود وجلب مزيدا من الأحصنة والجمال، وبواسطة هذه التعزيزات حاول إدخال روح جديدة في الجيش الذي تعرض للضربات. ألينبي استغل أشهر الصيف الثلاثة للتخطيط للهجوم مستعينا بمعلومات استخبارية مهمة جمعتها شبكة التجسس التي أسسها أبناء المستوطنات اليهودية. رئيس الشبكة أهرنون إيرنسون اقترح عدم تنفيذ الاقتحام عبر غزة لأنها كانت محصنة جيدا، إنما الاستدارة باستخدام عنصر المفاجأة نحو بئر السبع التي كانت في طريقها غير سهلة من الناحية العسكرية. أرنسون سلم معلومات حيوية عن آبار المياه في الصحراء التي مكنت ألينبي من تنفيذ خطة التمويه. عشية نهاية تشرين الأول قصف غزة بالمدفعية الثقيلة، وانطلت الخدعة على الألمان والأتراك، وركزوا معظم قوتهم في غزة. وفي 31 من تشرين الأول وتحت تأثير كامل لعنصر المفاجأة انقضت الكتائب البريطانية على بئر السبع. وعندما دخل سلاح الجمال الملكي إلى عاصمة النقب وسمت في الواقع المعركة على فلسطين. اقتحم البريطانيون خطة الجبهة
وسارعوا نحو الشمال تاركين خلفهم فوضى في صفوف الأتراك المنسحبين الذين كانوا يقعون في الأشر. الرحلة من غزة عبر عسقلان نحو اللد ويافا عندما يكون الهدف القدس تتحفز المشاعر. لم تكن مجرد جبهة إضافية، فكل تلة وكل نهر جاف وكل قطعة أرض كانت مزدحمة بالذكريات التاريخية. في الثاني من شهر نوفمبر عام 1917 بعد يومين من احتلال بئر السبع، فيما كان فرسان أوليمبي يسارعون نحو الشمال صوب القدس، كتب وزير الخارجية البريطاني بلفور ما وصفه إعلان تأييد لتطلعات الحركة اليهودية الصهيونية. الجملة المفتاحية جاءت على النحو التالي: حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي. إحراز القوات البريطانية للتقدم في أرض فلسطين كان سهلاً، سقطت يافا، ثم توجهت القوات شرقاً نحو المدن إلى هدفها نحو القدس. في يوم السبت وقعت الهجمات الأشد في محيط القدس، ومساء ذلك اليوم سادت حالة من الشلل. تمكنا من رؤية الجنود الأتراك الذين انسحبوا بشكل مثالي. ليس صحيحا وقوع اضطرابات في صفوف الجنود الأتراك، الأمر الوحيد الذي طلبوه أثناء انسحابهم الخبز. الوحدة الأكثر قربا من القدس في ذلك الوقت كانت الكتيبة 50 الهولندية، معظم جنودها من مواليد لندن، وهم وصلوا قبل قافلة التمويل خاصتهم وكانوا بحاجة للخبز. وأحد الضباط هو صديق لي كان طباخا، وقال لي إنه متخصص بالحصول على الطعام، وأرشدهم باستخدام الخارطة أين تقع أقرب قرية، وكانت على بعد كيلومترين، وقال لهم اعثروا على القرية واجلبوا الطعام، فضلوا طريقهم. في اللحظة نفسها خرج رئيس بلدية القدس حسين سليم الحسيني خارج المدينة حاملا العلم الأبيض، وفي المكان الذي بني فيه حي رميمة التقى بضابطين تائهين. عن ماذا كان يفتش الاثنان؟ حول ذلك انتشرت روايات مختلفة. عندما اتضح لهم الحديث يدور عن استسلام وتسليم مفاتيح المدينة للجيش المحتل، الأمر الأول الذي طلبوه هو أعواد ثقاب، وهو محفور في ذاكرتي لأنها كانت إحدى اللحظات الأكثر صعوبة. لقد كان بحوزتهم سجائر، ولكن أعواد ثقاب لم تكن بحوزتهم لمدة 10 أيام. رئيس البلدية كان مسلما وجاء لتسليم القدس لجيش أوليمبي، وأول ممثلين من جيش أوليمبي التقى بهم كان الطباخ والملازم أول، وسلم مفتاح المدينة للطباخ الذي قال: لا أريد مفاتيح، أنا أريد البيض من أجل الضابط المسؤول عني. هذه هي قصة سقوط القدس. في 9 ديسمبر تقدمت كتائب اللواء 60 نحو باب الخليل، وتم استقبالهم بصيحات الفرح من جانب اليهود. بعد يومين من ذلك وصل أوليمبي على رأس موكب النصر. نحن بتيمت مارافا
فنحن رؤيم لسوسلافان. كنا ننظر نحو الغرب فرأينا حصانا أبيض والناس تصفق، وجنرال أولمبي دخل ومن خلفه 8 فرسان يمتطون أحصنة سوداء، وفي الخلف المزيد من الأحصنة ورجال الجيش المهمين، وكان التصفيق وكل اليهود كانوا يصيحون أهلا بك. באותו יום כבר נהנו ילדים ונשים ממתנות שנתנו להם, נתנו להם מסטיקים וצ'וקולד. الأطفال اليهود الكبار استمتعوا، لقد أعطوهم العلكة وشوكولاتة، ولقد كانوا لطفاء جدا، لقد سادت سعادة وطمأنينة. لقد شاهدت أولمبي على حصان أبيض جميل وقالوا لنا إنه ملك، وكنا نظن أنه المسيح المنتظر. عندما وصل أولمبي على باب الخليل نزل عن حصانه، حدث ذلك في عيد الأنوار اليهودي، وقابل اليهود ذلك بانفعال جم. حقا لقد قال اليهود إن الخلاص حل، لم تكن معجزة عيد الأنوار، لقد علمنا أن ذلك هو الخلاص. تحليق طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الطيران الملكي البريطاني عام 1918 قدمت لنا التصوير الجوي الأول للقدس. في القدس كان من المفروض على أولمبي سماع مشاكل المستوطنات اليهودية في فلسطين التي كانت عشية الانتداب البريطاني في أسفل حالتها. قبل الحرب كان عدد المستوطنين اليهود 85,000، ولكن مطاردات الأتراك والجوع والمرض قلصوا العدد إلى الثلث. معظمهم استوطنوا بالقدس، يعيشون في ازدحام ومجاعة ومعنويات منخفضة. يشوف رتسوت סובל מיטת תזונה, מבריאות לקויה וממורל ירוד. נצמד בשארית כוחותיו אל האבנים העתיקות, הקדושות. السنوات الأربع من الحرب العالمية الأولى أضعفت الاستيطان في فلسطين بصورة غير مسبوقة. وكنت طفلا في التاسعة من عمري. أتذكر أننا كنا نأكل خبز الذرة، وكنا نعاني من الفقر والأمراض بلا نهاية. وكنا نتطلع لأيام أفضل، وكنا نتأمل أن تذهب تركيا 400 عام من الحكم. كبلت كل بهابا تمن كبينوا لأيام تيم رأينا شيء تركيا ولخت أخر 400 سنة شيء شلتون ولخت ميتانو نفرد ميتانو.
تخزمن. بعد زمن قصير طرا انتعاش على معنويات اليهود في فلسطين. في شهر أبريل عام 1918 بعد 4 شهور من احتلال القدس، ظهر الدكتور حيم فايتسمان على رأس الوفد الصهيوني الذي كان يطلق عليها اسم لجنة المندوبين. اليهود نظموا استقبالا حافلا للجنة المندوبين الصهيونية وللدكتور فايتسمان الذي عينت له السلطات البريطانية ضابط اتصال هو إدفين سامويل. إدفين سامويل يقول: وصول الوفد الصهيوني كان يعني أنه سيتم البدء بتنفيذ وعد بلفور. والمقاومة العربية بدأت بالتصاعد، وعندما وصل تشرشل عام 1921 بعد 3 أعوام بدأت المقاومة تظهر للعيان. ولكن في الأيام الأولى كان القليل من القوة قد تبقى لدى كل أجزاء الجمهور. كل الأطراف كانت منهكة في نهاية الحرب. سادت مجاعة شديدة ومعدل وفيات مرتفع، واليهود هاجروا إلى مصر، فهم كانوا يحملون جوازات سفر روسية ولم يكن لديهم في فلسطين أي شيء. Everything had to be built, food, medicines, those were the things that really were concerning people, not the political aspect. Now people take the political aspect as being the most elementary problem. It wasn't. الدكتور حييم فايتسمان لم يكن لديه أي منصب رسمي في قيادة الهستدروت الصهيونية، ولكن نصره الشخصي في استصدار وعد بلفور منحه تقديرا عالميا، وحظي باعتراف من الجميع بصفته الزعيم الصهيوني رقم 1 والأكبر بعد هرتسل. فايتسمان أحضر رسائل توصية وقعها رئيس الحكومة البريطانية لويد جورج ووزير خارجيته بلفور، ولكن أليمبي قال له: من المفهوم أنه في هذه اللحظة يجب أن نفعل أي شيء، علينا أن نتحلى بحذر كبير حتى لا نمس بمشاعر السكان العرب الذين لم يظهروا حتى بداية عام 1918 مشاعرهم القومية. برخبات يروشلايم لا نكرو شم سيمانيم شليت أورروت بوليتيت أو لوميت. بهذا يصل برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي إلى نهايته. هذه تحيات أنس أبو عرقوب في الإعداد والتقديم.